مشاهدي الكرام في كل مكان، اسعد الله صباحكم في هذه الانطلاقه الجديده لبرنامج الضحى العود. نطلع عليكم اليوم في حلقتنا على الهواء مباشره من خلال قناه الكويت سبورت على الهواء مباشره من الساعه 11 الى الساعه 12 ان شاء الله ظهرا. من خلال برنامجنا اليوم سيكون معنا العديد بلا شك من الفقرات الرياضيه، نسلط الضوء على ابطالنا الرياضيين في دوله الكويت، وسيكون معنا أيضا العديد من الموضوعات المختلفة في مجال الرياضة، وبلا شك أيضا في دائما باكورة الضحى العود دائما يكون معنا فقرة أخبار الصحافة المحلية. وإن شاء الله اليوم موضوعاتنا تحوز على رضاكم كالعادة، وضيوفنا اليوم إن شاء الله سننهل من خلال مجالاتهم الرياضية المعلومات الهامة حول لعبة كل ضيف يتواجد معنا في الضحى العود. كذلك من أخبارنا إن شاء الله ينطلق اليوم مهرجان تستاهلون لتكريم نخبة من المبدعين الإعلاميين والرياضيين والإعلاميين والفنانين وذوي الإعاقة الأبطال برعاية وحضور المستشار الشيخ دعيج الخليفة الصباح في فندق الميلينيوم الليلة الساعة 8 إن شاء الله المساء. ووجه طبعا صاحب ومؤسس فكرة المهرجان سيد خالد المطيري الدعوة للجمهور الكريم بالحضور، وتم اختياري لله الحمد أن أكون عريف المهرجان اليوم. وعلى طاري الدعوة هذه قالوا لي بالحرف الواحد الضحى العود كبرنامج خلانا نكتشف أن ذوي الإعاقة أبطال مو بس بالرياضة أو الفن أو الأدب، ولكن من خلال متابعتنا للضحى العود اكتشفنا أن الأبطال المعاقين أيضا مبدعين في مجال التقديم، وأشكرهم على شهادتهم هذه. والشيء بالشيء يذكر، أقدم جزيل الشكر لكل من منحني بإدارة قناة الكويت سبورت وعلى رأسها بلا شك السيد عادل عطلة مدير القناة ومشرف عام الضحى العود، الدكتور صالح عابر الشمري وكل زملائي في هذا البرنامج اللي افتحوا قلوبهم لي قبل لا يفتحون أبواب البرنامج ومنحوني هذه الثقة الغالية وخلوني أطل على الجمهور العزيز. لكم جزيل الشكر، زرعتم واليوم نجني ثمار هذا الزرع. ألف شكر لإدارة قناتي الحبيبة كويت سبورت. خلنا نطلع مشاهدينا مع فقرة أخبار الصحافة المحلية ونرجع نتناقش حول هذه الأخبار. جريدة الأنباء، توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت بطلاً للدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي بعد تغلبه على كاظمة 80-78 في المواجهة الثانية التي جمعتهما مساء أمس الأول بصالة نادي الكويت، ليحسم الصراع على اللقب من المواجهة الثانية من ثلاث مواجهات مقررة بحسب نظام الأفضل في ثلاث مباريات الذي اتبعه اتحاد كرة السلة هذا الموسم. جريدة الجريدة، وضع رئيس اللجنة الطبية الدكتور عبد المجيد البناي النقاط فوق الحروف فيما يخصص العديد من الأمور التي تخص الأزرق المقبل على مواجهات حاسمة في التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، إلى جانب ما أثير مؤخرا عن مسؤوليته عن التقرير الطبي للاعب يوسف ناصر الذي تم رفعه طبيا في وقت مضى من قائمة الأبيض. جريدة القبس، باشر أمس الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته استعداداً لملاقاة الساحل في مستهل مشوار الفريقين في كأس سمو الأمير لكرة القدم الخميس المقبل. من جانبه قال مدير الكرة بنادي القادسية ناصر بنيان أن الأصفر مطالب بتحقيق الفوز في جميع المباريات وأيضاً زيادة غلة الأهداف، وكان في إمكانه تحقيق ذلك في مباراته أمام اليرموك، مشيراً إلى أن الأهداف يمكن أن تحسم اللقب في حالة تساوي النقاط ولا مجال للاستهانة بأي منافس واعتبار كل المباريات كؤوساً، مضيفاً أن القادسية قدم أداءً قوياً استمتع به الجميع وكل اللاعبين أدوا واجباتهم، مشيداً بمستوى المدافع الصاعد ناصر سالم في أول ظهور له. جريدة الرأي،
خسر منتخب الكويت أمام موريتانيا بهدفين دون مقابل في أولى مبارياته ضمن منافسة المجموعة الأولى لكأس العرب تحت 20 سنة، والتي افتتحت في السعودية أمس وتستمر حتى 5 مارس المقبل. وتصدر الفائز ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن تونس التي تغلبت على العراق 2-1 أمس أيضاً. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأسعد الله صباحكم، ونرحب كل من انضم إلينا في هذه الدقائق من بداية حلقة الضحى العود، وبعد ما شفنا فاكهة البرنامج أخبار الصحافة المحلية سعدنا أن طبعا نستعرض هذه الأخبار مع ضيفنا اللي دائما يشرفنا في الضحى العود، الناقد الرياضي والزميل أستاذ حسن موسى. حياك الله أستاذ حسن. الله يحييك أخوي، صباحك بالخير إن شاء الله. يسعد صباحك. الله يسلمك، يطول عمرك أبو علي. طبعا يعني أنا دائما تعليقي على الفقرة هذه أنها بالفعل والله فاكهة الضحى العود اللي نستفتح دائما هالأخبار الحلوة والمبشرة، ولكن يمكن أول سؤال عندي شوي ما يونس، يمكن خسارتنا أمس قدام موريتانيا في طبعا كأس العرب، بطولة كأس العرب، صدق ضايقتنا النتيجة، لكن في أمل إن شاء الله. طبعا الأمل موجود. أول شيء طبعا إحنا لازم نتكلم بصراحة، إحنا يعني صدق الخسارة كانت مؤلمة أكيد صح، ولكن لازم احنا ننظر للامور من جميع الجوانب. يمكن غياب منتخبات فتره طويله عن المشاركات الخارجيه صحيح. اثر سلبا خصوصا مراحل سن او المراحل قطاع الناشئين اللي هي المراحل السنيه، هذه طبعا سن خطير، هذا يبي له تجزئه، يبي له خطه طويله، فما تقدر انت بين يوم وليله تبني منتخب خصوصا في المراحل السنية. يعني هناك شخص يرد على هذه النقطة أستاذ حسن ويقول لك بالعكس، لأنهم شباب احنا يعني مركزين أماننا عليهم ومفروض أن يكون دخولهم بحماسية أكثر من هذا. ولكن أشوف كلامك صحيح، بس لما تتكلم أنت بواقع كرة القدم، كرة القدم مو بس حماس أكيد، كرة القدم أول شيء تجانس صحيح، استمرارية اللاعبين مع بعض، يمكن مباريات ودية. يعني احنا شفنا يمكن المنتخب سافر قبل 10 أيام فقط في معسكر ولعب مباراتين فقط، حتى قوة اللاعبين وتجانسهم وانسجامهم مع بعض يمكن ما شفناه كان واضح في المباراة. فالمنتخب يبي له فترة طويلة، يعني ما نتوقع انه راح يكون منافس، يمكن يقدم مستوى، يرتفع مستواه في المباراة المقبلة قدام العراق يوم الخميس، يمكن يرتفع مستواه، ولكن انك في حالة فوز على منتخب العراق طبعا هو الامل موجود، ولكن في حال الخساره طبعا يفقد الامل نهائيا، في حال التعادل يبقى على امل ضعيف جدا، الفوز طبعا يعيد له ثاني مره الامل ويعيد له يحيي اماله مره اخرى في المنافسه. ولكن قياسا على المستوى يمكن اللي شفناه في مباراه العراق وتونس، منتخبين من افضل المنتخبات يمكن في هذه المراحل حسب ما شفت انا معظم المباريات امس، يعني المنتخب العراقي كان متقدم، المنتخب التونسي قلب النتيجه عليه، يعني فريقين عندهم خامات وعندهم استقرار وعندهم لاعبين وعندهم بنيه تساعد ان يوصلون الادوار المقبله. من خلال قراءاتك ابو علي، ما في عناصر امس شفتها ممكن يعني لو الان الجهاز الفني والاداري يسمعنا من خلال هذا التحليل يركز عليها ممكن تعيدنا مرة ثانية للمنافسة؟ طبعا شوف مثل ما قلت لك، احنا مع الظروف اللي يمر فيها المنتخب يمكن لان التجهيز اذا بنعتمد على التجهيز ابو علي، تجهيز ما اعتقد انه خلال 3 أيام يمدي نجهز يعني ونأسس من جد وجديد، لكن هناك عناصر فنية اكيد انه لو نستغل هذه العناصر ممكن. كل من تابع المباراة امس اخوي شاف انه عدم انسجام، ما في تفاهم بين اللاعبين، مثل ما قلت لك قصر صحيح. مدة الإعداد هذه تأثر طبعا. احنا طبعا ليش نقول مثلا قصر، ليش ما طلعوا مدة أكثر؟ أنت قاعد تتكلم عن منتخب تحت 20 سنة اللي هو مواليد 2001 و2002 و2003، هذه كلها يمكن كانت تمر في فترة امتحانات في شهر واحد سواء في الجامعة أو في الثانوية العامة صحيح. فما كانت الظروف تساعد أنك أنت تجمعهم قبل فترة كافية، فشفنا يمكن هذا الشيء غايب عنهم. مثل ما قلت لك احنا نحتاج
وقت طويل على ما نبني منتخب قوي، يعني تحتاج أشهر على ما ومشاركات أكثر حتى ياخذ وضع الطبيعي المنتخب. والناهيك ان المنتخب يمكن كان ناقص 6 لاعبين بين اصابات وبين ظروف خاصه، هذا ايضا تاثير. احنا نتامل خير نشوف ان المنتخب ان شاء الله في عناصر، دائما التفاؤل هو سلاحنا، يعني في لاعبين طبعا في لاعبين، ولكن يحتاجون فتره، يحتاجون دعم، يحتاجون ان الناس يوقفون وراهم حتى نحقق المطلوب. نقول اعاده ترتيب الصفوف. اي طبعا هو شوف انا اقول لك الجوله الجايه والمباراه الجايه قدام العراق يعني هي اللي راح تحسم اكيد بلا شك، يا فوق يا تحت، ما في جميل. ما في ابو علي، يمكن باجينا ايضا اقل من شهر للقاء الاردن استراليا، قراءاتك لتجهيز التجهيزات اللي قام فيها الجهاز الفني والاداري، اللاعبين، الاستعدادات، خصوصا اقل من شهر يعني. شوف يمكن الجهاز الفني الجهاز الإداري طلب فترة كافية قبل لقاء أستراليا. أنت عندك أهم مبارتين أو أهم محطتين في التصفيات المشتركة، صحيح، لعبة أستراليا وبعدها بخمسة أيام لعبة الأردن، يعني أنت تلعب بأستراليا وترجع هنا تلعب في الأردن بعدها بخمسة أيام، صحيح، يعني يوم كامل سفر. فطلب فترة إعداد كافية حتى يجهز اللاعبين بشكل صحيح، خصوصا أن في لاعبين يدي راح يدخلون على القائمة المنتخب، يحتاجون وقت حتى يدشون مع اللاعبين الآخرين، ينسجمون أكثر، استقرار أكثر للمنتخب. ولكن الحين الصورة مو واضحة في عملية بدء الإعدادات. أنا اللي حسب ما هو واضح حاليا يمكن السفر إلى أستراليا يوم 18/3، اللعبة يوم 26، ترجع يوم 27/28 تبلش تدريب حق لعبة الأردن. يمكن هذيل أهم لعبتين قلت لك في مرحله، هذيل هم يعني نقول احنا المرحله المهمه الحاسمه المفصليه بالضبط في التصفيات، هذه اللي راح تحدد ان شاء الله يعني. طبعا هذه تحدد وجهه المنتخب بشكل واضح يعني، صحيح، او بشكل كبير. جميل. باكر ان شاء الله الخميس ايضا هناك منافسات كاس سمو الامير لكره القدم، ايضا رؤيتك حول الاستعدادات ان شاء الله. شوف يمكن فيها ميزة هذه البطولة، بطولة كأس سمو الأمير الله يحفظه إن شاء الله ويطول بعمره، من أغلى البطولات، ويمكن حتى الفرق تقدم فيها مستوى مميز، صحيح، وتحصل فيها مفاجآت. أنا ما أقول مفاجآت لأن هذه البطولة هي مباراة واحدة، مو مباريات بالضبط دوري، بالضبط مباراة واحدة. البطولة النسخة هذه حتى لما تفوز في الدور التمهيدي الدور المقبل ما تعرف أنت تباري منه، قرعة من جديد، يعني يمكن حتى في ربع النهائي إذا وصلت الفرق القوية مثلا القادسية والعربي يمكن تحصل القادسية والعربي أو الكويت وكاظمة أو الكويت والقادسية في الربع النهائي، صحيح، القرعة يمكن تحط أقوى فريقين مع بعض أو أضعف فريقين مع احترامي لجميع الفرق مع بعض، فراح تكون في قرعة قبل كل دور، وهذا يمكن يعطيها حلاوة أكثر، صحيح، إدارة أكثر، تشويق أكثر، من تشويق أكثر. جميل أبو علي، يمكن آخر سؤال عندي، طبعا نبارك للكويت لقب دوري السلة وكان يعني مستحق بلا شك، شلون لقيت اللقاء والمنافسة في هذا الختام؟ شوف يمكن الكويت بصراحة نتكلم احنا بصراحة ولغة الأرقام وحسب ما نشوف في منصات التتويج، الكويت كان في علامة فارقة في السنوات الأخيرة بأغلب الألعاب الرياضية اللي مشارك فيها. يمكن الكويت حقق البطولة، يمكن لقى منافسة صح، ولكن يمكن كان هو المرشح الأول للبطولة. ليش؟ طبعا الكويت يضم عناصر محلية مميزة، أفضل اللاعبين، وكل هذا يمكن وراه مجلس إدارة نادي داعم وعلى رأسهم الأخ العزيز خالد الغانم اللي يمكن لا يعلو جهده، ما ذخر جهد والله للأمانة، يعني نشوفه في التدريبات، صحيح، في جميع المباريات، في جميع مباريات المراحل السنية، يعني مو بس مثلا كرة القدم بالضبط اللعبة الشعبية الأولى، لا في جميع الألعاب، أيضا حتى في المراحل السنية، حتى الألعاب الفردية، والله استضفنا يعني من مدة العديد من لاعبين نادي الكويت بالألعاب الفردية، الكل أثنى والله على اهتمام الإدارة يعني، وهذا يمكن خلى نادي الكويت يكون يعني حتى في بعض اللاعبين ودهم أن يروحون نادي الكويت بسبب الاهتمام، بسبب الدعم، بسبب
وجود بنية تحتية أو صحيح. بيئة مناسبة لممارسة الرياضة سواء في الألعاب الفردية أو في الألعاب الجماعية. هذه البيئة الصحية المطلوبة من طبعًا. الجميع بلا شك. أخوي حسن موسى الناقد الرياضي يعطيك ألف عافية، أثريتنا وشرفتنا بوجودك اليوم. الله يعافيك، شرف لي، وإن شاء الله كنت ضيف خفيف عليكم وجميل والله. الله يسلمك. شكرا يا أبو علي، شكرا. إذن مشاهدين الكرام نشكر الناقد الرياضي الأستاذ حسن موسى، وننتقل إن شاء الله مع فقرة إصابات الملاعب. الله يحفظكم ويحفظ عيالنا وبناتنا الرياضيين في كل مكان إن شاء الله من كل إصابات ومن كل ضرر. نشوف فقرة إصابات الملاعب ونواصل معكم في الضحى العود، خلكم معنا. فقرتنا اليوم في برنامج الضحى العود راح يكون عن أفضل وضعية لسلامة الظهر بين الوقفة وبين القعدة، خصوصا حق اللي يعانون من آلام الظهر بغض النظر عن أسباب ومشاكل آلام هذه الظهر. قبل أن نتكلم عن أفضل وضعية، خلونا نعلمكم الضغط الواقع على الديسك وهو القضروف اللي يكون بين فقرات الظهر، وانتم عارفين وظيفة الديسك هذا انه هو يمتص الضغط ويحافظ على استقامة ظهرنا. فخلونا نقول لكم الضغط الواقع عليه من استلقائكم الى وقوفكم. الضغط راح يكون اذا كنتوا نايمين على ظهركم يتراوح 25% الضغط على هذا الديسك، اذا كنتوا نايمين على الجنب راح يكون هذا الضغط يكون الى 35%، اذا كنتوا واقفين راح يكون الضغط 100%. لحد الآن الضغط طبيعي على هذا الديسك، المشكلة هي لا صارت أكثر من 100%. يعني تخيلوا لو أنتم تبوا تأخذون غرض، سواء طفل تحملونه أو شيء ثقيل تبي تشيلونه، تشندستوا وانتوا باستقامة الريل راح يكون الوزن الضاغط أو الضغط الواقع على الديسك راح يكون إلى 275%. تخيلوا الرقم دبل 100%، فراح يكون جهد عليه خصوصا اللي يعانون من آلام الظهر. خلونا نتكلم الحين في القعدة السليمة. دائما يقولون إذا القعدة هي أريح للظهر، لا، حسب درجة قعدة الظهر في الكرسي. إذا كانت 90 درجة راح يكون الضغط على الديسك هي 140%، وتزيد كل ما تندسنا إلى الأمام فتوصل إلى 190%. والكثير يتخربط على نشيل الشيء الثقيل وإحنا قاعدين أريح معه إحنا واقفين. خطأ، إذا كنتوا شلتوا الشيء الثقيل وإنتوا قاعدين على الكرسي خصوصا تستلمونه من على جنبكم راح يكون الضغط الواقع على الديسك يوصل إلى 375%، يعني زدنا 3 مرات على ضغط الديسك. فأي أفضل وأريح وضع للجلوس إذا خصوصاً يعانوا من آلام الظهر هي تكون قاعدة في زاوية 110 درجات، راح تكون هذه الزاوية الضغط الواقع على الديسك مقارب للضغط اللي واقف وتقارن بين 105 إلى 100%. فأنتوا حافظوا على الجلسة بحيث أنها ما تكون 90 إنما 110%، واتمنى لكم سلامة دائمة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، يسعد صباحكم. نتنقل في الضحى العود اليوم من موضوع شيق إلى موضوع شيق آخر، ومن رياضة إلى رياضة مختلفة. فقد أحرز المتسابق علي مخصيد المركز الأول ضمن المرحلة الثانية من جولة عمان الدولية المندرجة ضمن بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الدريفت مينا 2020، كما أحرز بطلنا الذي يمثل النادي الكويتي الدولي لرياضة السيارات والدراجات الآلية المركز الثالث على مستوى العالم، ليرفع بذلك علم الكويت عالميا خفاقا في المحفل الدولي. اليوم نسعد بأن يكون معنا في الضحى العود بطلنا أخوي علي. حياك الله وصباح الخير. صباح النور، والله يحييك. شرفتنا يا بطلنا. حبيبي شرف لي. والله أنتم الفخر لديرتنا ولنا، ودائما نسعد والله يا أخوي علي أن يعني تواجد الأبطال أمثالكم معنا في برامجنا يزيدنا حماس ويزيدنا شوق دائما للمنصات والتتويج العالمي. حبيبي، وإحنا يزيدنا فخر أن نكون عندنا
ان نقدر ننجز باسم الكويت، نرفع علم الكويت بهذه المنصات. الله يحفظك ويطول عمرك. اول شيء خليني ابارك لك المركز الاول والثالث والمراكز الكويتيه الجميله اللي اليوم فعلا تثبت انت واخوانك الرياضيين ان الكويت مصنع الرجال واولاده للابطال دائما. الف مبروك. بارك فيك. وقبل أن نخوض غمار الاسئله خلينا نشوف التقرير عنك ان شاء الله، رغم انه ما شاء الله الانجازات هذه تقارير عده ما راح نقدر نغطي، لكن غيظ من فيض كما يقال. الله يحفظك. مشاهدينا خلينا نشوف التقرير عن بطلنا علي ونرجع نتحاور معاه ان شاء الله، خلكم معنا. إنجاز جديد يسجله بطل أبطال مسابقات للدرافت المتسابق علي مصطفى مخصيد لرياضة المحركات الكويتية في الجولة الثانية من بطولة عمان الدولية للدرافت للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميناء، وحصوله على المركز الأول متقدماً على العماني سامي الشيباني صاحب المركز الثاني بعد منافسات شرسة. ويعتبر هذا الإنجاز الذي حققه ابن الكويت أول صعود على منصة التتويج لنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية المشهر حديثاً. كما أحرز البطل علي مخصيد المركز الثالث على مستوى العالم في السباق ذاته بعد الهولندي سيباستيان فونيتش الذي أحرز المركز الأول ومواطنه نيكولاس صاحب المركز الثاني. ويعد البطل العالمي علي مخصيد من أبرز نجوم هذه الرياضة على المستوى المحلي والخليجي والعالمي، وحقق من خلالها الكثير من الإنجازات في بطولات الكويت وقطر والإمارات وعمان، ورفع علم البلاد عالياً في المحافل الخارجية. الجدير بالذكر بدأ البطل العالمي علي مخصيد مسيرته في سباق الدرافت في عام 2012. وهذا هو الكويتي بالفعل، الله يحفظ أبنائنا إن شاء الله، ودائما نراهم في هذه المستويات المتقدمة ودائما لا يقبلون سوى بالقمة. أخوي علي مخصيد حياك الله مرة ثانية، الله يحييك وألف مبروك. المركز الأول تبارك الرحمن، والثالث العالم، ما شاء الله إنجازات مشرفة والله. أول شيء كلمني عن هالإنجازات الأخيرة هذه وتجهيزاتك لها شلون كانت؟ احنا الإنجاز هذا اللي أتكلم عنه كان قبل أربعة أيام أتوقع، كان في سلطنة عمان والجولة الثانية من بطولة عمان الدولية للدرفت، وهذه ثالث نسخة، ثالث سنة إحنا نشارك في البطولة هذه، وتعتبر من أقوى بطولات المنطقة ويستضيفون فيها أبطال العالم. يعني البطل أبطال العالم الحالي بطل جيمس دين اللي هو متصدر البطولات، يعني ثالث سنة يشارك موجود، وأيضا أبطال من أوروبا وأفضل المتسابقين في الشرق الأوسط. فتعتبر اليوم البطولة هذه بطولة وايد مهمة، بس احنا في السنين الماضيه ما كان يحالفنا الحظ ان نصعد منصه التتويج. في الجوله الاولى كان عندنا عطل فني خلانا نطلع من دور 32، ولكن الحمد لله قدرنا نعوض في الجوله السابقه وقدرنا نصعد على المنصه. والبطوله نفسها فيها في كذا تصنيف، فيها التصنيف الدولي اللي حصلنا فيها على المركز الثالث ما شاء الله، وفي التصنيف اللي هو مينا تصنيف الشرق الاوسط اللي حصلنا على المركز الاول، وفي التصنيف المحلي حق المتسابقين العمانيين. فإن شاء الله ومراحل هي البطولة كابتن علي ثلاث جولات والجولة الجاية إن شاء الله نهاية الأسبوع، احنا بكرة إن شاء الله يا رب إن شاء الله، يعني من الضحى العود للبطولة إن شاء الله. والله شرفتنا يعني جد، نشكرك على وقتك، يعني ما قصرت بحضورك اليوم معنا. بالعكس هذا شرف لي أني أنا أكون. يطول عمرك. شلون تشوف الجولة القادمة إن شاء الله؟ والله ما نبيها تقل عن يعني السابقات في لا لا ان شاء الله. احنا الجوله اللي فاتت كان ودنا نحصل على المركز الاول على المستوى الدولي، لكن في بالرن النهائي مع البطل
مع بطل نيك من ليتوانيا صار في شويه اخطاء طرفي انا وخسرنا المباراه اللي خلانا نروح للمركز الثالث. هذه الاخطاء الفنيه يعني يمكن انت اخوي علي طلعت من الدور 32 بسبب عطل فني مثل ما تفضلت. زين هذه يعني الاعطال الفنيه التاخير مدى تاثيره عليك في الجولات؟ رياضه المحركات في رياضه المحركات بشكل خاص الاعطال هذه وارده، بالنهايه انت قاعد تتعامل مع محركات ومع اجهزه تحت ضغط هائل، فالريسك انه في شيء يصير في عطل عالي، يعني كل سباق في العالم تشوف في متسابقين يطلعون من البطوله بسبب اعطال ميكانيكيه. عطل خارج عن ارادته صح؟ نعم، فالواحد مع الخبره مع التجهيز يحاول تجنب هذه الاخطاء، ولكن هذه الاخطاء دائما تكون وارده. ايش اللي يميز بطوله عمان للدرفت اليوم؟ يعني في شيء يميزها في المنطقه؟ لان شفتك حتى قبل شوي بالفاصل وانت تتكلم عن الفيديوهات بطوله عمان موقعها بنفسك غير. بطوله عمان يعني مميزه بالنسبه حقي في وايد اسباب. السبب الاول والسبب الاول والاهم الجمهور، الجمهور العماني شيء لها جمهور قوي في عمان. لها جمهور قوي، الرياضة لها شعبية كبيرة، والجمهور هذا شيء أساسي كان يخلينا نشارك قبل ما تصير بطولة دولية، كانت أيام بطولة محلية قبل أربع سنين أو خمس سنين، ولليوم الحمد لله إحنا فريقنا شعبية في عمان ما شاء الله. هذا شيء يشجع صراحة ويشيل التعب. والله تستاهلون أنتم. تستاهل طيب. وبيني وبينك أخوي علي ترى الجمهور الحي يشجع في كل رياضة وفي طبعًا. كل مجال وحتى في الفن والإعلام الجمهور الحي يحييك والله طبعا بلا طبعًا. شك مشاركاتك بدنا نتكلم غير عمان وين كانت أيضا؟ آخر مشاركة قبل عمان كانت بطولة كأس اتحاد دولي للسيارات في اليابان. وهي كانت أول مشاركة لنا في البطولة هذه واللي تدرج تحت اتحاد دولي للسيارات، والبطولة اللي قبلها كانت أول دورة ألعاب أولمبية في العالم رياضة المحركات كانت في منطقة روما، واحنا كنا المنتخب العربي الوحيد المشارك فيها. كنا والله كفو ست متسابقين الحمد لله وحصلنا على نتائج حلوة. يمكن الحين ايضا معنا على الشاشة اخوي علي مثل ما نشوف استاذ المشاهدين ايضا لقطات لاحدى البطولات لك. هذه اللي قاعد تشوفونها الحين هذه حلبة ابيسو، هذه كان معسكر تدريبي لان بطولة اليابان السيارة اللي كنا احنا مستأجرينها كانت سيارة سكان يمين. وانا كنت اول مرة اسوق سيارة تفرق معكم اكيد. فرحنا ثلاث ايام في حلبة صغيرة قريبة من حلبة السباق واجرنا السيارة عشان بس اقدر اتاخذ مقاس السكان اليمين انه شلون تتعود عليه. يعني في بطولات تشرط مثلا ان السكان لازم يمين ولا لا هي كذي حظ؟ لا هي كل متسابق وسيارته، بس احنا في بطولة اليابان ما كنا سيارتنا ما كانت جاهزة ان نشحنها نشارك فيها، فاضطرينا نأجر سيارة من واحدة من افريقيا اللي باليابان، وباليابان اكثر السيارات سكان يمين، السيارة اللي حصلناها كانت سكان يمين بس الحمد لله. لقيت صعوبة فيها؟ والله اي شيء جديد فيه صعوبة ويبي له وقت انك تتأقلم عليه وتتعود عليه، بس الحمد لله للي وقت البطولة قدرنا احنا. علي اقبال شبابنا في الكويت على سباقات الدرفت شلون تقيمها؟ دولة الكويت دولة فيها طاقات كبيرة مهتمة صحيح. برياضة المحركات، هذا احنا لنا تاريخ كبير في الرياضة صحيح. هذه مو بس رياضة الدرفت، رياضة المحركات بشكل عام وبالاصح رياضة الدراج، وكان عندنا حلبة في مضمار سالم الصباح بجنوب سرة اللي سكرت قبل تقريبا 20 سنة او اقل، ومن يومها للحين حتى لو رغم انه ما كان عندنا حلبه بس كان عندنا ابطال بالكويتين في صحيح. اكثر من فئه وكنا نشارك برا وكنا نجيب انجازات، فهذا يثبت لك انه في طاقات وايد بالكويت وفي امكانيات عاد ولا السيارات تبارك الرحمن عندنا عشاق للسيارات شبابنا يعني الله يحفظكم ان شاء الله ويحفظ كل عيالنا يا رب. خليني ابارك لك ايضا حصولك على لقب سفير الاتحاد الدولي للسيارات للمتسابقين الشباب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وكنت انت اول متسابق كويت يحصل على هذا اللقب. نعم. وخير سفير وممثل والله. حبيبي الله يحفظك تستاهل. علي ماذا يعني لك هذا اللقب؟ اكيد مسؤوليته كبيره. والله يعني انا اشكر اول شيء النادي الدولي انه رشحني ان انا امثل الكويت في الجوله الانتخابيه لهذه الاكاديميه اللي كانت في الامارات. وقدرنا احنا نتاهل ان احنا
من قبل في أكاديمية الاتحاد الدولي وورشة عمل الاتحاد الدولي للمتسابقين المتميزين. والورشة هذه كان هم عبارة عن 7 ورش في طوال السنة في جميع أنحاء العالم، وقدرت أنا أتعلم في جميع نواحي السباق وعلى يد أكبر الأسامي في رياضة المحركات. وهذا يعني لازم تجتاز اختبارات عشان توصل مثل هذه الألقاب، ما يجي بسهالة من أي جهة. لا، كان في ورش عملية ذهنية، ورش جسدية، ورش تقنية حق بس السياقة، وكذا ورش أخرى اللي كانت تشمل جميع نواحي السباق. بصراحة يعني هذه كانت فرصة حلوة، وهذه كانت آخر نسخة من هذه الأكاديمية وقدرنا احنا ندش فيها. ختمتها مسك معاه الحمد لله. أيوة. تستاهل، واللقب بالنهاية كويتي والله يا علي. أيوة والله. اللقب بالنهاية يمثل دولة الكويت، الشباب الكويتي بلا شيء. علي، يعني تساؤل مهم جدا، حلبات السباق مثل هذه الرياضات يعني تختلف ولا ثابتة المقاييس الطول، ولا تختلف من بطولة إلى بطولة، من دولة إلى دولة؟ الحلبات تختلف، كل حلبة لها تصميمها الخاص، ولكن في معايير دولية حق نوع الأسفلت ونوع الحواجز وكذا أمور. طول الحلبة اللوجستية، طول الحلبة ومسار الحلبة يختلف من بطولة إلى بطولة. يعني احنا في بطولة عمان الحلبة واحدة، لكن كل جولة يغيرون المسار عشان يعني يزيدون شوية من الصعوبة والتشويق. عوامل الأمان والأمن بالله سبحانه وتعالى تتوفر بشكل كبير في مثل هذه الرياضة. طبعا اليوم معايير الأمن والسلامة شيء أساسي، الاتحاد الدولي حاط نظم وقوانين وقواعد عشان يلتزمون فيها كل متسابقين وكل أفريقيا اللي عاملة في السباق. والحمد لله اليوم المعايير هذه معايير عالية، مو نفس قبل 20-30-40 سنة. تطورت بلا شك. رياضة المحركات بالنهاية رياضة خطرة نسبيا، ولكن اليوم مع المعايير هذه مع النظم والأجهزة عنصر الأمان صار، نقول إن عنصر الأمان صار أكثر. يعني من وإحنا صغار قاعد يعني سباقات بالذات السيارات كنا نشوف دائما يعني المتسابق أو سائق السيارة وجنبه واحد المساعد. يعني هذا الفريق المتكامل اكيد موجود عندك علي، واللي يبدل التواير والفريق متكامل. نعم. كل واحد له مهمته. طبعا احنا يعني وقت السباق انت بس تشوف المتسابق وتشوف السياره. صحيح. ولكن في فريق كامل، في دوله كامله ورا المتسابق. صحيح. عشان يجهزون مصنع كامل. بالضبط. يعني هذا مو عمل فردي، عمل وكله بثواني. وحسين طبعا السرعه وايد مهمه، شيء اساسي، السرعه شيء اساسي خارج وداخل السباق. يعني جميل ابو حسين، في الختام طبعا طار الوقت معك بسرعه ما شاء الله، سؤال توقعت اني اسالك اياه او تمنيت اني اسالك اياه وما سالت لك، شنو؟ ولا غطينا كل شيء؟ والله في وايد اشياء ممكن تقدر تسالني اياها، بس اتوقع ان غطينا كل شيء. كرساله اخيره. رساله اخيره، رسالة وبعدين كلمة شكر. رسالة حق شاب الكويتي اليوم. أنا أشوف في طاقات كثيرة، في إقبال كثير على هذه الرياضة، وإحنا اليوم فضل من الله ومن صاحب السمو حفظه الله عندنا حلبة متكاملة، هي مدينة كويت للمحركات، تستقطب هذه الطاقات، تستقطب هذه الشباب، ونقدر إحنا نطور ثقافة رياضة المحركات بالكويت. صحيح. فأتمنى من كل الناس اللي عندها الطاقات هذه حابة الرياضة أنها تروح الحلبة وتتعلم، وفي ناس وايد كثيره مختصه ممكن تساعدها، وتبتعد عن الشارع عن الظاهره اللي صايره هذه، والله صارت شوارع، عشان يعني لا يعرض نفسه ولا يعرض الاخرين للخطر. الخطر بالنهايه احنا كلنا قاعد نتعب ان احنا نطور ونعدل من صوره الرياضه هذه. صحيح. ونبعدها عن الشوارع. وبالنهايه احب اشكر الهيئه العامه للرياضه. سهلا. على دعمهم المتواصل للشباب الكويتي، واحب اشكر نادينا نادي الكويت الدولي ومجلس اداره النادي على راسهم السيد عماد بو 50 على دعمه. نعم. يعني الصراحه النادي وشر في وقت قليل، ولكن الحمد لله قدرنا نحقق. والله فعلا اسماء جميله يا ابو حسين. أيوة. وانتم تستاهلون الدعم شبابنا. حبيب. وهذا مو كثير عليكم، بطلنا الجميل الكويتي يعني. حبيبي الله يخليك، طولي بعمرك، منورتنا حبيبي. حبيبي تسلم. مشهور. نور نور. مشاهدينا الكرام، اذا مستمرين معاكم في فقرات الضحى العود، خلونا نطلع الى فقره عندنا كنترول فقر.
مشوار رياضي. نطلع فقرة مشوار رياضي ونكمل معاكم وإن شاء الله ضيفنا الجميل. رحب فيكم أعزائي المشاهدين فقرة مشوار رياضي. بالفقرة هذه بنتكلم مع لاعب المنتخب للعبة البولينج اللاعب حسن قاسم. مساك الله بالخير كابتن. مساك الله بالنور كابتن. بداية كلمنا عن بدايتك بلعبة البولينج. طبعا مشواري بدأ من سنة 2015، كنت ألعب لعبة البولينج ومارسها كأي لاعب، بعدين ضميت منتخب 2016، شاركنا وايد معسكرات خارجية، وأول بطولة لي كانت في 2016 شهر 11 بطولة آسيا للمدارس. ممتاز. وأهم الإنجازات اللي حققتها مع المنتخب؟ أهم إنجازات كانت في 2019 في بطولة هانكونغ مفتوحة، كانت تحت 18 سنة، حققت فيها ميدالية فضية على مستوى آسيا. حلو. وأهم البطولات إن شاء الله اللي بتشاركون فيها؟ أهم البطولات القادمة شهر 3 كأس أمير قطر، وبعدها بطولة آسيا، بعدها شهر 12 بطولة العالم للشباب. حلو. طموحك باللعبة وين إن شاء الله؟ طموحي كأي لاعب أن أحقق مراكز في بطولات العالمية وأبدأ بالاحتراف. يعطيك العافية كابتن، مشكور ما قصرت. عافيك. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام فقرتنا، خلوكم معنا فقرات جديدة. يا هلا فيكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله ومستمرين معاكم في فقراتنا بالضحى العود وشبابنا وشاباتنا الكويتيين الرياضيين اللي نفخر فيهم دائما في كل مجال، لا يقبلون إلا بالتميز والذهب وقمم التتويج في المنصات العالمية والدولية. وأحد هذه الأسماء بنتنا اللاعبة الرياضية الكويتية الجميلة مريم البارون، لاعبة نادي الفتاة والمنتخب لكرة الطاولة، معنا في هذه الفقرة نتعرف من خلال مشاركاتها في كرة الطاولة، البطولات، لعبتها اللي تلعبها. مريم حياك الله وصبحك الله بالخير. الله يحييك. صبحك الله. سعيد بوجودك اليوم والله معنا. أنا أسعد والله. حياك الله، أهلا وسهلا. أول شيء خلينا نبارك لك على إنجازاتك الأخيرة، مشاركاتك الجميلة من خلال لعبة كرة الطاولة. أول شيء الله يبارك فيك ويعطيكم العافية على الاستضافة الجميلة. الله يعافيك يطول عمرك. يمكن مشاركتك في بطولة الأندية العربية الأخيرة اللي صارت كانت أول بطولة تشاركين فيها بعد الإيقاف. لا، مو أول بطولة. شاركنا بطولة الخليج. كانت شهر 10. الحمد لله خذينا فيها ميداليات. ما شاء الله. وهذه ثاني بطولة لنا. الحمد لله خذيت أنا بهالبطولة 3 ميداليات. ما شاء الله تبارك الله. والله يكفو عليك. وهذا يعني دائما الرياضي الكويتي ما شاء الله يعود محمل بالذهب، لا إله الله عليك. مريم، كرة الطاولة يمكن قبل الهوى تناقشنا أنا وياك شوي، قلت لك أنا لاعب سابق لكرة الطاولة لرياضة ذوي الإعاقة قبل أصير مذيع. من الهواية يعني من الرياضات الجميلة. صح. اللي تحتاج تركيز ذهني وتحتاج إلى سبب اختيارك لهذه اللعبة بالذات. والله مو أنا اخترتها، هي اختارتني. هي اختارتك اللعبة. بالصدفة كنت رايحة مدرسة عند أمي، كانت معلمة تربية رياضية تربية بدنية، وشافني مدرب هناك وكلم أمي وتعالى يبيها ما يبيها وكذي، وصدفة وصارت ورحت. صرت بطلة. ولقيتي نفسك. لقيت نفسي هناك. لقيت نفسك فيها. جميلة كرة الطاولة بلا شك أكيد، وتحتاج مثل ما قلنا إلى مهارات ذهنية وتركيز. يمكن حتى مريم نشوف أكثر ما تميز في هذه الرياضة يمكن دول في آسيا مثل كوريا مثل الصين، مدارس فيها. يعني قلتي لي أيضا قبل الهواء إن هذه مدارس تتطور سنة عن سنة. صحيح. كل سنة كل بطولة عالم نشوف جيل جديد من الصين طالع، صغار وكبار، جميع الفئات العمرية يدرسون كرة الطاولة. فإذا هم كذي اهتمامهم أكيد هم بيصيرون أبطال، وإن
شاء الله الكويت اكيد يا رب. مريم كلمينا ايضا عن استعداداتك وتحضيراتك للبطوله، معسكرات لكم، معسكرات تصير؟ تصير يعني تقريبا قبل كل بطوله نطلع معسكر مده اسبوعين. مثل بطوله الشارجه الاخيره اللي صارت، يعني استعداداتك شلون كانت لها؟ شو خليني اقول لك شيء، انا ترى العب كره قدم والعب ما شاء الله ايضا كره قدم فعندي دوري شغال بكره القدم وما كان عندي وقت اصلا اتمرن كره الطاوله. جميل. فكنت اروح يعني تقريبا باليوم نص ساعه بس امشي ايدي اخذ احساس الكره وكذي، والحمد لله طلعت بهالانجاز. يعني المدرب دائما يقول لي كابتن خالد الحلوات الله يذكره بالخير، يقول لي نصبح عليه بالخير، يقول لي انت لو كنت تتمرنين شنو بتكون انجازاتك اذا انت انجازاتك كذي من غير تمرين؟ ما شاء الله، يعني تمرينك بسرعه وهذه سريع. انجازاتك الحمد لله، فمالك لو تتمرنين توفيق من ربي. واي لعبه اللي تتغلب عندك بالعشق، كره القدم ولا الطاوله؟ احب كره القدم. كره القدم. وانجازاتك في كرة الطاولة تبارك الرحمن. انجازاتي هني وهني الحمد لله. وين وصلتوا اليوم كرة القدم ايضا؟ عندنا دوري نسائي هذه ثاني سنة، واليوم ان شاء الله راح نلعب حق نصف النهائي، وبعدها عندنا بطولة خليج شهر 3 ان شاء الله قاعد نستعد لها. استعداداتكم لبطولة الخليج؟ ان شاء الله راح ندخل قبلها معسكر داخلي، معنا يعني مو مقصرين، معنا يعني من فاطمة حياة ل يعني اللجنة كاملة مو مقصرة معنا بولا شيء، فإن شاء الله مستعدين لها. جميل. أبي أرجع أيضا بعد كرة الطاولة، بلا شك كرة القدم ساحرة الجماهير ومعشوقة الجميع، لكن أيضا كرة الطاولة يعني مريم بلا شك هناك بطولات اللي شاركتي فيها لابد ان في لاعبات تاثرتي فيهم على مستوى البطولات هذه، في اسماء معينه؟ لاعبات مصر ما شاء الله عليهم، يعني كنا نطلع معسكرات جدا، كنا نطلع معسكرات واحنا صغار كانوا بنفس عمرنا، الحين ما شاء الله هم ينافسون وتصنيفهم على العالم تصنيف كبير. فاحنا نطمح ان لاعبات الكويت يصير الاهتمام داخل الكويت نفس الاهتمام باقي الدول. صحيح. وان شاء الله بنات الكويت. مريم يعني اليوم يمكن مشاركتكم في البطولات تتوجه بالسفر والمعسكرات البنت يعني كونها بنت ما في مشقه عليها في مثل يعني هذه المشاركات من السفر تغيير المكان؟ لا بالعكس، يعني هم يعني انا كني مسافره مع اهلي. صحيح. خواتي هذيل انا من وانا عمري 11 سنه وانا لعبت نصال، من وانا عمري 11 سنه انا مسافره معاهم. صحيح. بالعكس يعني اهلهم اهلي كلنا مع بعض، يعني وانا امي وابوي وايد وايد يشجعوني على هالموضوع، خصوصا انهم حكام اصلا بكره الطاوله. ما شاء الله. أيوة. يعني انت ماخذتها وراثه كره الطاوله؟ لا انا بديت هم ورثوها مني هم صاروا حكام بعد ما دشيت انت كلاعبه. واخوي الصغير بعد نصبح عليهم بالخير والدك ووالدتك الكرام، ونقول لهم والله العظيم فعلا يعني نهنيكم على هذه البطلة المتميزة خلقا ورياضيا وكل شيء، والله مكتمل ما شاء الله عليك يا مريم. مريم شو تلقين الدعم اليوم لكم كفتيات في الرياضات بشكل عام وكرة الطاولة بشكل خاص؟ الدعم موجود، يعني المدربين ما يقصرون معنا، رؤساء النادي استاذ فضيلة شويلان ما يقصر معنا، استاذ فضيلة شويلان اصلا بمباراة اللي طافت بدور ثمانية لما فزت نزلت لي من فوق وتناديني. صحيح. وتلمني وتحبني. الله. فوالله ما يقصرون معنا يعني هذه الاجواء فعلا هي اللي تعطي الرياضي الدافع. دعم معنوي. طيب اذا بنروح للرياضه بشكل عام بالكويت اليوم كرياضيه، شلون تقييمك للرياضه في دوله الكويت؟ لازم يصير فيه اهتمام اكثر، معسكرات نطلع اكثر. شوف اللاعب الكويتي او يعني البنت او الصبي عندنا طاقات كثيره. اي والله صح، بس وين يعني خلي يستغلونها، يعني استفيدوا منها، لان يعني احنا حابين هالشيء. صحيح. فاللي يحب الشيء راح يبدع فيه. يبدع فعلا. فانتوا اعطونا مجال، طلعوا لنا بطولات عالميه خارجيه، مو شرط انجازات، احتكاك. صحيح. وراح يعني راح تلقونا احنا نعطي اكثر، ونحب يعني احنا نحب نرفع اصلا علم الكويت. والله الكل يحب يرفع علم الكويت، والجميل ان شاء الله في برنامجنا الضحى العود يا مريم انه مسموع ومشاهد من كل الجهات المسؤوله في الرياضه بدوله الكويت، وما يقصرون والله العظيم، يعني ما في رساله توجهت من ضيف الا تفاعلوا معاها
ولبوا دائما هذه الامنيات. الشكر مريم وما قصرتي ونورتينا اليوم في الضحى العود. حبيبي الله يسعدك. تسلمين تسلمين. اذا الف شكر لرياضيتنا الكويتيه البطله الجميله مريم بارون بطله نادي الفتاه والمنتخب لكرة الطاولة، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. نتمنى يا رب أن نكون توفقنا في تغطية الجوانب العديدة للرياضات المختلفة المحلية في دولة الكويت يا رب، وأن ننال على رضاكم هذه التغطية. حتى ألتقيكم إن شاء الله ويلتقونكم أيضا معي زملائي يوم غد في حلقة جديدة من برنامج الضحى العود. إلى ذلك الحين ها هو فريق العمل، استودعكم الله، إلى اللقاء.